بعد تداول صورها بشكل واسع في الجزائر، فتاة مغربية تنفي مقتلها في أوكرانيا. عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر اليوم السبت بمنشورات تزعم مقتل طالبة جزائرية تدرس بأوكرانيا بعد شن روسيا الحرب عليها، قبل أن تتبين بعد ذلك أن الصورة لفتاة مغربية تقطن بطنجة. ونفت وفاء بن عيش صاحبة الصورة الأصلية وهي فتاة تعيش بمدينة طنجة خبر وفاتها، مشيرة إلى أنها في الأصل غير موجودة في أوكرانيا ولا تدرس هناك. وقالت الطالبة وفاء في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك: مهم الناس اللي صردوا لهذا الشيء يكذب، ما تبقوش يتبارطاجيو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأضافت وفاء عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: خبر موتي غير صحيح، نعم في الحقيقة توجد فتاة جزائرية تعرضت للموت بسبب القصف، رحمها الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.